هل تغني السنن الراتبة كركعتي الفجر مثلا عن ركعتي سنة تحية المسجد؟ إذا نوى بهما تحية المسجد زايد سنة الوقت جازة ولا العكس. أعني لما كانت تحية المسجد أقوى من سنة الوقت إلى درجة أن هناك من يقول بوجوبها تحية المسجد ونحن معهم، ولذلك فينبغي أن ينوي قبل كل شيء تحية المسجد ثم ينوي سنة الوقت، لا العكس. أي لا يجوز أن ينوي صلاة السنة أولا والتحية تبعا، لا، لأنه التحية أقوى من السنة، فالأضعف يشمله الأقوى ولا عكس. وهذه قضية مادية ومعنوية في آن واحد. نعم.